اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده على رغبه حضراتكم من خلال التواصل من خلال السوشيال ميديا، اسئله كتير موجوده على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وبنتابع لحظه بلحظه ومعانا فريق السوشيال ميديا بيتابع لحظه بلحظه. اسئله كتير احنا بنجاوبها عملي من خلال الاسبوع. من ضمن الأسئلة طبعاً عملنا في حاجات وبنجاوبها نظر وفي حاجات بنعملها عملي مع بعض. فأسئلة كتير بتسأل المقلوبة، إيه المقلوبة دي؟ هي أكلة إيه دي؟ بيكون اتعزمنا عليها، سمعنا حد بيقولها في مسلسل في فيلم، أكلة من الأكلات المشهورة في المطبخ العربي، سواء إخواننا الفلسطينيين بيعملوها، الأردنيين في الخليج، الشوام. هي أكلة طبعاً بيرجع أساسها للمطبخ الأردني عشان تاخد حقه والمطبخ الفلسطيني، ولكن لما شيف مصري بخفة دم مصرية يعملها تبقى مصرية بنت مصرية. يعني إيه؟ لازم تتعامل بالرز المصري. هل هي تتعامل بالرز البسمتي يا شيف؟ لا، ما تبقاش مقلوبة، نسميها أي اسم، ولكن المقلوبة نعملها في الصين، نعملها في اليابان، لازم رز مصري. هنعملها النهاردة بالأرنبيط والدجاج، ولها أسرار وليه سموها مقلوبة؟ هنجاوب من خلال الحلقة بتاعتنا إن شاء الله. معانا شوربة البطاطس النهاردة، والبرد والشتاء بيحب أنواع كتير من الشرب. إحنا عملنا العدس بأشكال كتيرة وبأطعمة مختلفة، النهاردة هنعمل شوربة البطاطس بالكرفس. وهل مقولة إن الكرفس ملك الشوربة دي حقيقي؟ هنشوف الكلام ده في الواقع في طبق الشوربة، إزاي نشم ريحة الكرفس وإحنا قاعدين على السفرة بتاعتنا. معانا البتنجان ابو قلب ابيض زي الشيف المغازي كده، ولكن هو اسود من بره. هنعمله النهارده متبل بالطماطم المشويه، له اسرار، بياخد زبادي ولا طحينه ولا دبس الرمان؟ هنجاوب برده عملي مع حضراتكم ونشوف متبل البتنجان اللي يفتح نفسنا وشهيتنا على الاكل بتاعنا، وحاجات بقى غنيه بالالياف ومضادات اكسده. وعلى فكره البتنجان قيمته الغذائيه عاليه جدا بيضاهي اللحمه، يعني لو حطينا الاثنين في كفه واحده كفه البتنجان تكسب بالنسبه لي انا. انتوا عايزين طبعا الهوبر، ولكن البتنجان بجد نستخدمه صح امن وزي الفل. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه وكمان اسرار لمطبخ بتكلفه قليله، ولكن الاكل قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيتعمل بفكر طهوي ممتاز جدا وخبره السنين بنقدمها لكم على طبق من الماز. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. دايما لما تخش المطبخ وعندنا حاجات كتيره زي اللي هنعملها مع بعض النهارده لازم تنظمي وقتك، ولما بتيجي الفرصه في ان احنا نتكلم عن تنظيم الوقت وتقف في المطبخ اقل وقت ممكن، دي شطاره منك وفهلوه زي ما بنقول بالبلدي. يعني ايه؟ انا عندي النهارده مقلوبه وشوربه وبتنجان تقطيع خضار، اي نعم معايا مساعدين شطار وكل حاجه، ولكن عايز اعلمك لما تقف في المطبخ بقدر الامكان ما تقفيش كتير، ممكن تقفي ساعه زمن تعملي حاجه، وبعد ساعتين ثلاثه تشوفي حاجات ثانيه في البيت تقفي برده ساعه ونفس القصه، عشان برده نحافظ على صحتنا على المدى الطويل. انا هعمل دلوقتي المقلوبه بالارنبيط والدجاج، ده المسمى بتاعها العلمي. حلو، مع ان انا ما فيش مسمى علمي لاي اكله، هي بتتطلع كده على حسب اللي عاملها وحسب البلد. يعني مقلوبه الارنبيط بالدجاج هنشوف نعملها مع بعض ازاي ولها اسرار. معانا ارنبيط ومعانا رز مصري، وتحت كلمه مصر دي خط من هنا لغايه سور الصين. ليه ما تتعملش برز بسمتي؟ لازم رز مصري. ومعانا صدور من الفراخ، والمقادير على الشاشه ممكن تصورها بتليفونك تكتبيها زي ما انت حابه. توابلنا ملح وفلفل وشويه كمون. ليه كمون يا عم الشيف؟ علشان مشاكل الارنبيط مع الكولون، الكمون طارد للغازات وبيعالج مشاكل الكولون، وخاصه مع ارنبيط مع كرومب، وعشان كده دايما بنستخدمه في اطباق المحشي. دي المقادير. حلو الكلام، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. في طريقتين لاستخدام الارنبيط، يا اما ان احنا نحمره في الزيت يا اما نشويه في الفرن. طب ايهما افضل يا شيف؟ للامانه لو انا اعملها دايت واعملها رجيم ممكن اشويه في الفرن، ولكن لما احمره في الزيت هيبقى طعمه حلو قوي على فكره لما يستوي مع الرز والحبات الرز تتنعشش كده وتخش ما بين الارنبيط وبعضه، بتبقى لطيفه وجميله. بناكل الرز مع الارنبيط بيبقى طعمه حلو قوي. فمعانا ارنبيط طبعا مقطعينه جاهز هنا، هينزل يتحمر في قلب الزيت. دي اول خطوه اهو بالشكل ده كده. اساتذتي فرسان التلفزيون المصري، طبعا الارنبيط وهو بيتحمر لازم ينزل في زيت غزير، والزيت ده يكون سخن، ما ينفعش احمر الارنبيط في زيت بارد، هيشرب منك زيت ويبقى شكلنا وحش. طبعا عشان نغسل الارنبيط في طريقه لطيفه حلوه قوي لغسيل الارنبيط، وخاصه للخضروات الدرنيات زي الارنبيط زي الكرنب
زي البروكلي، الحاجات اللي هي بتبقى معرضه للاتربه والجو اللي احنا فيه. بتاخد الاردبيل ده كده بتقطعيه في سوس وتحطيه في ميه ساقعه وتغسليه مره واثنين وثلاثه بالشكل ده كده، تحط كميه ميه وتغسليه. طبعا انا معايا ارنبيت جاهز، عشان كده بنستغل كل وقته كل وقت وكل دقيقه في البرنامج. اه الحاجات اللي بنقدر نعملها ونحضرها بنقدر. اه دي الطريقه الصح لغسيل الارنبيت بالشكل ده كده. اه بتجيبيها من عند الراجل بتاع الخضار، تقطعها بالسكينه كده بالشكل اللي انا بقطعه ده كده اهو. كانت زمان الوالده ام الله يرحمها والله العظيم الراس بتاعت الخصايه وراس الارنبيت دي تقشرها، واكون وعيط كده مثلا راجع من المدرسه وشايل بقى شنطه الكتب على ظهري، كانت شنطه قماش كده واخد بالكم، بني تقشر لي راس الارنبيت دي، كنت افرح بيها، تلاقيها مسكره وعسل كده طعمها رهيب جدا. تقول انت بتاكل قصب، والله العظيم بتكلم من قلبي، راس الارنبيت وراس الخصايه تتقشر تبقى عسل، كان يعني هي بتبقى احلى من القصب اللي احنا بنستخدمه. هناخد كده الارنبيت بالشكل ده كده ويتغسل في ميه ساقعه بالشكل ده كده اهو، مره واثنين وثلاثه لغايه لما ننضفه بالشكل ده كده، ويتحمر في الزيت او يتشوي. الارنبيت ده ينفع يتعمل سلطه؟ ينفع زي الفل تمام. ادي الارنبيت معانا اهوت، بتصفيه من الميه كويس وفي الاخر بتحمريه في قلب الزيت او تشويه في الفرن حسب الرغبه. الارنبيت معانا باللون اللطيف ده كده، والارنبيت فيه ميزه حلوه لما بيبقى مقرمش وينزل على الخلطه اللي عاملها دلوقتي للمقلوبه بيبقى طعمه لطيف وحلو. اه متشربش مني الزيت ولا اي حاجه، واسيبه هنا على جنب كده لغايه لما اخلص اللي ورايا من الصلصه من الفراخ من البصل من الثوم وهكذا. ادي الارنبيت اتحمر وجاهز. هنبدا ان احنا نتعامل مع الفراخ ونشوف هنستخدمها ازاي. حلو قوي زي الفل. حلو قوي. جالنا سؤال دلوقتي من خلال السوشيال ميديا، احنا بنتابع حضراتكم واحنا على الهواء مباشره، الاسئله اللي بتسالوها احنا بنجاوب مباشره على هوا. ايه هو المكدوس؟ حلو. اخواننا السوريين ربنا يعافيهم يا رب ويرجعوا لبلدهم سالمين غانمين. طبعا لما جم هنا للامانه يعني اشتهر المكدوس عندنا في مصر، عشان نتكلم الصراحه. حلو. اه المكدوس هو البتنجان بتاعنا العروس الصغير، بيتجاب كله حجم بعضه، والبتنجان ده يتسلق في ميه مغليه بشويه ملح بمعلقه من الخل. حلو الكلام. وبعد ما يتسلق بنفتحه فتحه صغيره كده بطرف السكينه ويتعصر جامد ويتساب يوم اتنين لغايه لما ننزل ميته. حلو الكلام. والبتنجانيه لما نسلقها في ميه بملح وعصره وشويه معلقه خل عشان نقتل اي جراثيم، والبتنجانيه بيبقى لونها الطبيعي حلو. وبعد كده بنجهز الحشوه اللي هي حشوه المكدوس. ايه هي؟ طبعا احنا المصريين بنعمله مخلل بيبقى لطيف وحلو بالشطه والثوم والفلفل، ده برده بيبقى لطيف وحلو ما يستغناش عنه. طبق ملوخيه، بناكل طعميه والحاجات دي احنا عارفينها عند اخواننا بتوع الطعميه والفول. ولكن المكدوس مدرسه ثانيه خالص، مدرسه شاميه سوريه احنا عارفينها كلنا. لازم يتحشي طبعا عين جمل مع هريسه حمراء. ايه هي الهريسه الحمراء؟ اللي هي الفلفله الحلوه معانا في الاستوديو اهي، تنجبها كده اهي. استاذن مخرجنا الجميل معلش اجيبها اهي. ده الفلفل الاحمر ده بيتجاب وتتشال منه البذور ويتيبس. يتيبس يعني ايه يا شيف؟ يعني يتحط كده في البلكونه في مكان فيه تهويه. وده الفلفل الاحمر او الهريسه الحمراء اللي هي اساس المطبخ الشامي، بتنضرب في الكبه مع زيت زيتون وتحفظها في الثلاجه مع طبق ملوخيه تلاقيها، مع طبق مقبلات تلاقيها، مع مشويات تلاقيها وهكذا. ده اساس المكدوس. وبتحط له طبعا ملح وتحط عين الجمل والشطه زادت عزاز سبايسي، ويتحشي البتنجان بتاعنا اللطيف وشويه توم حلوين زادت حبه توم. عشان كده بنصح ان احنا نعمله في البيت، نحط توم ما نحطش الاختيار ليك، وتحط ببرطمان مغمور بزيت الزيتون ونقفله كام يوم يا عم شيف؟ هو ده الكلام. بعد سلقه بيقعد 15 يوم، تطلعي البرطمان تاكلي صوابعك قبل ما تاكلي المكدوسيه. حلو الكلام. وان شاء الله باذن الله تعالى هنعمله مع بعض. ادي الارنبيت هنا في قلب الزيت. سريعا كده قبل الفاصل هنحمر الفراخ عشان دي مهمه جدا الخطوه اللي هعملها دلوقتي. اه اه شويه زيت زيتون حلوين كده تمام. بنزل ببصل، وانا من الناس اللي بيحب البصلات تتحمر بتاعت المقلوبه بتدي طعم للرز. شويه ثوم حلوين. ها حلو حلو. طبعا جالنا سؤال كمان من على السوشيال ميديا دلوقتي، طريقه عمل المناقيش ولا الفطاير يا استاذ رحاب؟ طيب هي المناقيش
او الفطاير او الصفيحه، دي مسميات طبعا عشان حضراتكم بتبقى عارفينها لما نتسائل بيها. المناقيش بالزعتر، ممكن تعملي العيش الشامي ده، بتجيبي زعتر، الزعتر الشامي اللي هو مخروط بالسمسم، في منه الاخضر وفي منه طبعا البني، ده حسب اللون وحسب التحميص، بيتجاب طبعا ويتحط له زيت زيتون مع بصلايه مفرومه ناعم ونحطه على وش العجينه. دي المناقيش بالزعتر. الفراخ هنا بتتحمر بتتشوح اهو بالشكل ده كده، هنسيب الفراخ تستوي مع الخلطة اللي أنا عاملها دي كده، وهناخد بعضينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. ليه سموها مقلوبة؟ اللي يعرف يتصل ويقول لنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، لازم الفراخ تستوي قبل ما احطها في قلب المقلوبه اللي هي الرز المصري مع القرنبيط او البتنجان حسب ما انت بتحبي. طب لو قدامنا مقلوبه بالبتنجان ولا القرنبيط، ايهما افضل يا شيف؟ لو احنا حطينا الاتنين مع بعض تبقى لطيفه قوي، بس انا بحب المقلوبه بالبتنجان للامانه. يعني ليه بقى؟ البتنجان لما بيستوي جواه الرز المصري بالتتبيله بالخلطه بيبقى طعمه حلو قوي على فكره، فجربوها برده بالبتنجان، وهنعملها لحضراتكم ان شاء الله بالبتنجان. احنا هنخش على اللي بعده. هشتغل طيب زي الفل، انا بس مستني الفراخ تستوي شويه. في الخلطه بتاعتنا بهاراتنا ملح وفلفل وشويه كمون حطيتهم، والفراخ بتستوي هنا مع الخلطه والشوربه اللي انا هشرب بيها المقلوبه. حلو الكلام؟ طيب ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. جوزك اتصل بيكي وقال لك يا حبيبتي النهارده تسلم ايديكي زكاتك، عايز اكل من ايدك النهارده مقلوبه، شفت الشيف المغازي لسه بيعملها النهارده وعايز اكلها. حلو قوي، انا نص ساعه وراجع، تيجي بالسلامه يا حبيبي هتلاقيها موجوده. في طرق كتيره قوي لعمل الحاجات بطريقه سريعه ولكن بنفس الطعم، زي المقلوبه اللي بعملها النهارده. الرز انا غسلته وسبته يتنع فتره طويله علشان ما ياخدش وقت كبير في السوى. عملت طريقه هنا ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش، اخواننا الشوام ما بيعملوهاش، بس انت لو عملتها مش هتقول لا، هتبقى طعمها لطيف. خدت الرز بسلوه ثلاث ارباع سوى في الشوربه بتاعه الفراخ، وهدخله بعد كده على مقادير المقلوبه اللي هو الدجاج والقرنبيط. هي دي التركايه بتاعه المغازي عشان المقلوبه تطلع معاك بسرعه. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت الرز بالشكل ده كده اهو، ما تاخدش وقت كبير خلاص. ارص شويه قرنبيط تاني بالشكل ده كده. ايه ده يا شيف؟ ده نعناع اخضر. شفت الشيف المغازي لما بيعمل حاجه كده تركايه تبقى لطيفه حلوه. ليه النعناع يا شيف؟ عشان ريحه القرنبيط بهرب منها. ما في حاجتين ما بيفرقوش البيت حتى بعد ما ناكلهم ونهضمهم، سلق القرنبيط في البيت والكرنب، تلاقيه دخل وشعشع في وسط الملابس والبدل بتاعه جوزك والكرافتات، يلبس الكرافته الصبحيه انت عامله قرنبيط النهارده يا حبيبي، ده كان من يومين، ما انت فاتحه اوضه اللبس مفتوح في الشقه بتعملي قرنبيط وكرومب او بتسلقي في البيت، اقفلي الاوض اللي فيها ملابس او دولاب الملابس، دي مهمه جدا على فكره يا نهله. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا معاكم واحده واحده. والله وانا شغال الصينيه دي عايزه شويه شوربه، اجيب الشوربه منين بقى؟ حبيبي عايز سكر، منين اجيب له السكر؟ حلو، هو ده الكلام. الاول هطلع الطماطم اللي بتتشوت دي هنا، ركزي في التركيه الحلوه اللي جايه دي كده، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. ده المطبخ، لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع. بننزل احنا بده كده اهو. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده مش ابداع، ده ابهار. الميه بتاعت سلق الطماطم او شوي الطماطم، معلقتين زيت الزيتون نزلوا على فين يا عم الشيف؟ غلفوا المقلوبه بالابداع والابهار. هاخد المقلوبه زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. نغطيها؟ نغطيها. عشان تطلع معانا بسرعه. ورقه زبده الاول، وعلى ورقه الزبده دي ورقه فويل بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. ونقفلها كده يا عم الشيف
ومجهزين السرفيز ومأمنين عليه ومخبطناش على الجيران. عندك صينية صغيرة اعملها على قد السرفيز، عندك صينية كبيرة اعملها على قد السرفيز، وهكذا. السؤال المرة دي لمخرجنا الجميل الشاطر اللي معايا بقاله سنين، وانا اعتقد عملت المقلوبة دي اكتر من كذا مرة. المقلوبة دي اتحط في ارضية الفرن ولا في نص الفرن؟ مصر كلها والدول العربية كلها بتقول لك في ارضية الفرن. هو ده هو ده، بس الفرن هنا يكون هادي شوية. تعالوا نغرف المقلوبة مع بعض بسرعة في السرفيز بتاعنا ده كده، نطلعها من الفرن ونوسع لنفسنا كده، والنظافة يا عم الشيف أول بأول. المقلوبة أخبارها إيه؟ جاهزة؟ عينيا. اللهم صل على النبي. باخد الصينية معايا كده. إيه الجمال ده يا عم الشيف؟ سموها مقلوبة ليه؟ حد يقول لي. اللهم صل على النبي. حلو، بورقة الزبدة كده تعملها حركة لطيفة عشان تتقلم معاكي. أهو الحركة اللي بعملها دي، أهو 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 زي ما أنا شغال كده، أهو زي الفل. خلص الكلام، وأجيب الصينية بتاعتنا ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. أوبا يا ويلي يا ويلي يا ويلي، مقلوبة بخفة دم مصرية، لا تقول لي فلسطينية ولا أردنية، أه خدت الشعار المصري. أنا دايماً مع اللي بيعمل الأكلة ياخد الشعار بتاعها على طول، حتى لو بنعمل شوربة بصل. عينيا، حاضر يا فندم. بالشكل ده كده البرزنتيشن ده مطلوب. القرفة على وشها، الطماطمية دي ناخدها كده ونقدم المقلوبة بتاعتنا كده زي الفل. معايا عيش، يا الله معانا عيش متحمص. العيش ده بينزل كده جنب السلطة اللطيفة دي كده. شفت الشكل بقى حلو ازاي يا شفيق؟ ايه رايك في الشكل الحلو ده كده؟ اهو رؤية، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.